تمام. النهارده مصطفى محمد الحقيقه بيتالق وبيحرز هدفين ليصبح هداف هذه البطوله حتى هذه اللحظه. لسه قدامنا ان شاء الله، ان شاء الله مباراتين، كده كده قدامنا مباراتين ان شاء الله. وبالتالي اداء رائع من مصطفى، اداء من المنتخب الاولمبي بالكامل، ولكن اداء مصطفى تحديدا واحرازه للاهداف شيء رائع جدا يا كابتن ماهر. هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بنبارك لجمهور مصر، بنبارك للجهاز الفني، للاعبين على الاداء المتميز اللي اتكلمنا عليه من بدايه الحلقه، وقلنا ان الدوافع اللي موجوده عند اللاعبين دول يا اسلام دوافع كبيره جدا. الروح القتاليه اللي بيلعبوا بيها حاجه تفرح، تحس كده ان حصان بيجري في الملعب بدون لجام. كل واحد من اللعيبه ديت حاسس بالمسؤوليه الكبيره اللي محطوط تحت قيادته من الجهاز الفني، من اللاعبين، من اللجنه الخماسيه اللي موجوده في الاتحاد. النهارده واضح ان كابتن شوقي غريب اتكلمنا على الخبرات شوقي من خلال توليته مهمه المنتخب الاول مع الكابتن حسن شحاته، ثم توليته مهمه المنتخب الاول، ثم المراكز اللي حصل بيها المركز الثالث وصلنا الى الاولمبياد. النهارده واضح ان في عهد جديد، في نتائج بيفكر فيها ان شاء الله. زي ما قلنا اول حاجه الحصول على البطوله، وهو بيحاول انه يوصل للحصول على البطوله كرقم واحد، ثم الوصول الى الاولمبياد عن طريق الثلاث مراكز الاولين. النهارده لو تلاحظ يا كابتن اسلام ان لعيبه المنتخب الاولمبي من حراسه المرمى محمد صبحي، تحس ان في ثبات في التشكيل، في ثبات في الاداء، يعني حتى طريقه اللعب اللي بدا بيها من اول مباراه هي طريقه اللعب اللي بيلعب بيها في مباراه الكاميرون النهارده، وهي 3-3-3-1. وده تكتيك جديد وخطه جديده بالكابتن شوقي غريب بيلعب بيها، ومحافظ لعيبته بشكل كبير جدا من في حاله الدفاع. الفرقه كلها بترجع نص ملعبها وبتراقب لعيبه الكاميرون بشكل ايجابي، الخطوط الثلاثه قريبه من بعض. في حاله الاستحواذ واستخلاص الكوره بتحس ان لعيبه منتخب مصر حافظين، بيبداوا يخترقوا عن طريق كريم العراقي مع عبد الرحمن مجدي في الحته الهجوميه، احمد ابو فتوح مع امام عاشور في الحته الهجوميه من على الاطراف. واضح قوي ان رمضان صبحي مع مصطفى محمد عاملين اختراقات اذا كانت فرديه ولا جمعيه على لعيبه منتخب الاولمبي من بدايه المباراه. واضح ان مصطفى محمد راس حربه منتخب الاولمبي وراس حربه للمنتخب الاول بالظبط القادم ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. بنحيي مصطفى محمد على اداؤه وتمركزه داخل منطقه 18 في الاماكن المؤثره. الجول الاولاني طبعا شكله جميل جدا، واضح ان امام عاشور شايفه بشكل كبير وقدر يعمل له هاف كروس على راسه بالظبط عشان يحولها. طبعا مصطفى محمد هدف من اجمل الاهداف اللي جت حتى الهدف الثاني. فانا عايز اقول مبروك لمصر، مبروك لشعب مصر، مبروك للمنتخب الاولمبي، مبروك لمصطفى المبشر القادم راس حربه رقم واحد ان شاء الله في منتخب مصر الاول خلال الفتره القادمه.